كمية من الإسمنت داخل العين وعملية جراحية على مستوى الوجه والفم كلفت عمي مصطفى فقدان بصر العين اليمنى، ما يتطلب عملية زراعة القرنية، حالة مؤثرة نتابعها مشاهدينا في عدد اليوم من برنامج طبيبك في دارك. اهلا بكم مشاهدينا الافاضل من جديد. اليوم رانا في ضيافه عمي مصطفى اللي يعاني من مشكل على مستوى العين. زيارتنا هذه المره يرافقنا فيها الدكتور مهدي حموتي حتى يشوف عمي مصطفى وربما يعطيه بعض الاسئله حول حالته الصحيه ولما لا ايجاد الحلول. اهلا بك دكتور. شكرا. اهلا بكم. شكرا على الضيافه. شكرا على المرافقة أيضا. أهلا بك عمي مصطفى. الله شكرا لكم. عمي مصطفى اليوم معنا طبيب، راح تحكي له وش صرالك بالضبط، علاش لحقت وين، ولا عندك مشكل على مستوى العين، وخطوات العلاج اللي درتها، وش راك حاب تلحق، يعني وش راك حاب من وراء هذا الدور. تفضل عمي مصطفى. نخدم ماسون، نخدم البريك، نخدم التلباس، نخدم كلش، نخدم السيما تطيحلي في عيني. من تطيحلي السيما في عيني نحك عيني هكذايا، انا ما نفيقش روحي ما على باليش. بقات تخدمني بشويه بشويه بشويه، خدمتلي مشات لي. كي وليت نشوف غير هكذايا شويه، وليت نروح للبوليكلينيك ندير يفوتوا لي، يعطوني دواء واحد لي قلت هكايا نديرهم، كي خلاصوا نعاود نهبط ليهم يشوفوني وكاع شي يقولوا لي، يقولوا لي عندك عينك الممو تاعك الداخل صغير على هذا، داخل صغير على هذا الممو الداخل، قال على هذيك اللي ماكش تشوف مليح. ابري بعد ما شدت رحت شت واحد يقولوا عليه روجات شاب سيرفيس في بني مسوس، شافوا لي جماعه لهنا باتوني عندو، رحت عندو فوتوني، دارو لي ليزاناليز، دارو لي كلش وكاع، فوتوني على عيني وكاع، قالوا لي عندك قرنية. اسمح لي برك قبل ما تكمل عمي مصطفى، دكتور يعني المادة اللي طاحت في عينو هي مادة سامة يعني، والعين تبقى دائما عضو حساس في الجسم، يعني بمجرد هذيك يعني دخول المادة هذيك في العين راح يكون عندها مضاعفات، تبعات ومضاعفات. اكيد لازم نفهموا انه سؤال برك باش نعرف كيفاش نجاوبك، هل يعني دخلت المادة هذه اسكو تخليك سيمان خطرة واحدة و افيك اون غراند كونت كمية كبيرة، ومراها توجهت مباشرة للبولي كلينيك كما كنت شرحت لنا، ولا كانت تدخل لك بليزيور فوا ومن بعد بار لا سويت اللي يعني اللي فقدت النظر تاعك؟ ايه بار لا سويت كانت تدخل. كانت تدخل بزاف بلا ما تفيق لها. بلا ما نفيق لها. صح. هاي كيفاش السيما ما تحسش كاع كيفاش راك تخدم طفطف. تحك فيك برك وعشاك فوا تبقى غير تحك فيها. صح. ايوا نحك فيها حتى خرجت لي الضبابة هذه. وهي خرجت لي غير نقطة لهنايا بعد مع الأول خرجت لك ضبابة. ضبابة أيوا نقطة أيوا نقطة في الوسط. في الوسط صحيح. بعدت كبر بديت ما نشوفش. يعني في كل مرة كانت تحمل المادة هذه في عينك. هنا لازم نفهموا أنه العين عضو حساس، تركيبة شوية معقدة مسؤولة عن الرؤية. العين في تركيبتها يعني هناك واحد العدسات، هناك عدسة أمامية اللي تسمى بالقرنية، عدسة شفافة كما نلاحظوا لهنا. للاسف نقدروا نشوفوا انه القرنيه ما راهيش شفافه، يعني رانا نقدروا نلاحظوا في اللون تاع القرنيه وكانه اكتسبت لون معين، الامر يعني اللي راح يعيق الرؤيه، لانه لازم نعرفوا انه العين العدسات هذه اللي العدسه الاماميه ولا العدسه الخلفيه اللي تسمى بالبلوره يجب ان تكون شفافه.
العدسه الاماميه القرنيه راهي اون كونتاكت افيك لو ميو اكستيريور، يعني ما كاش كاين فقط حاجز خفيف اللي هي الدموع تحمي القرنيه من الجفاف وتحميها ايضا من الغبار والمواد الخارجيه اللي ممكن ان تسبب لها التهابات واضرار الى ما غير ذلك. في الحاله تاع عمي مصطفى هنا اللي توجور اون كونتاكت اون بيرمانونس مع الاسمنت، ماده يعني تعتبر جسم غريب وخشنه، يعني فوالا ممكن ان تسبب جروح، ممكن ان تسبب التهابات، ممكن ان يعني صراحه ما نقدروش نعرفوا واش عنده عمي مصطفى اكزاكت في القرنيه، لانه يعني يجب ان يجوز يعني يجوز عن طبيب عيون يقوم بفحص فحوصات الى ما غير ذلك باش نعرفوا القرنيه واش اللي قاسها بالضبط. ممكن تكون القرنيه انجرحت، ممكن يكون فيها التهاب، ممكن يكون فيها فوالا اون اولسيراسيون، الاولسيراسيون هذه اسكو راهي عميقه اسكو راهي سطحيه الى ما غير ذلك. يعني هادو ما درتهم عمي مصطفى، درت لي غاديو درت غاديو على عينيك جست عند طبيب شافك بهذاك بالمنظار تاع العين، شاف لي كل شيء في بني مصر، شافوني وفي حاجه ثانيه شافوني شخصوك، عطاو لك تشخيص وقالوا لك القرنيه تاعك مجروحه. لا ما قالوا لا مجروحه، مجروحه القرنيه، بصح ما قالوليش عامقه ولا اللي عندك القرنيه تاعك مجروحه. ايضا ملاحظه ممكن انه حتى تكون كاينه سكون ابل اون كاتاراكت. لا كاتاراكت معروفه عند الناس انها تجي مع الكبر، سي لي او فييسمون، ولكن كاين دي كاتاراكت تروماتيك، يعني بعد حوادث، بعد صدمات، ولو انه يعني السياق تاع عمي مصطفى راهو باين انه، ولكن هي ملاحظه جانبيه فقط للتنويه، يعني حتى المشاهد يعرف انه اكزاكتومون فوالا ما تكونش في سن متقدمه فقط، يعني عندها كاين عوامل اخرى. فوالا انه ممكن احيانا لا كاتاراكت تجينا بعد حوادث اون بوست تروماتيك، ولا كاتاراكت سي انه البلورا لو كريستال اللي جايه وراء الليغيس راهي حتكون، يعني هي لونها شفاف، ولكن في الحاله تاع لو كاتاراكت راح تكتسب لون ابيض. وحتى عمي مصطفى يعني مش انا نشوف دكتور انه يعني راهي باينه بانه عنده مشكل على مستوى العين اليمنى، يعني على مستوى العين اليمنى على حسب المعلومات اللي مدهم لنا عمي مصطفى، يعني حتى كاين لو شون فيزوال صرا فيه، يعني مع الاول صرا له سكون ابل ان سكوتوم، معناتها ولا يشوف ضبابه في الوسط، ثم لو شون فيزوال تاعو مجال الرؤيه تاعو تاع العين اليمنى بدا شيئا فشيئا يفقد ويصغر الى ان وصل تقريبا الى فقدان تام للرؤيه على مستوى العين اليمنى. اكزاكتومون، يعني عمي مصطفى هذه ما تشوفش بها كاع. انا كان هكايا مانيش نشوف بها، ملي درت العمليه لهنايا مانيش نشوف. مش من العمليه درت؟ العظم لهنا انت درت عمليه؟ ايه ها عمليه ما عندها حتى علاقه مع العين. واش من العمليه؟ واش وين درتها؟ هنايا هكا. هاي مشقوقة لهنا. على واش درت عملية؟ لا العظم، العظم عندي العظم مشقوقة لهنايا. أو هنايا في واش صرالك عمي مصطفى باش تشق العظم تاعك؟ لا طحت أنايا، ياك ضربتني الموطو. هذه بعد المشكل تاع العين وتاع الإسمنت وبعدها. يعني مشكل آخر. فوالا. هذا مشكل آخر، راني كنت قبل رمضان بالنهار مع العشية وغدوة رمضان. رايح للمسجد باش نصلي، جاو زوج بالموطو. شاف كاليين ولا ما على باليش وكاع، صلبوني قاسوني وهربوا راحوا. قعدت هكاك طايح مصروع من دار الكارتي عرفوني وكاع، عاودوا قلبوني على وجهي، دار هاك الدم هذاك يهبط لي لهنا الكرسي للصالون. خلاص انصرعت، الناس تقول الانسان هذا خلاص السلام عليكم، ان شاء الله ربي يستروا، ان شاء الله ربي يستروا. عندي طفله مسكينه جات تجري تبكي 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 بالضباح. هبطوني جات الحماية هبطتني تال البوليكلينيك، داروا لي تشيكا ما فطنتش، طلعوني القليعة 9 تاع الليل، القليعة بعثوني لبليدة، بليدة بعثوني شفا، من بعد بعثوني لمصفى باشا، من بعد بعثوني للدويرة، الدويرة داروا لي مشا باش داروا لي واحد الاخرين كيف يقولوا لهم هذوك، نسيت كيف يقولوا لهم. باش داروهم لي، ومن بعد داروا لي تشيكا، ومن بعد داروهم لي. داروهم لي باش وليت نخرج في الدم هذاك، فطنت فتحت عينيا وليت نخرج في الدم هذاك. خرج الدم، بطوني واحد الماء نشرب. معليش بصح العملية العملية درتها في الوجه. درتها هنايا هكا.
مور العمليه اللي فقدت الرؤيه. ايوا مور العمليه بديت ما نشوفش قبل العمليه كنت نشوفك نورمال هكا لابس الابيض وكاع امام الطبيب بيخوش انا كنت نقول له تاع واش راك لابس واش لابس واش لابس يدير لي يدو هكايا مباشره بعد العمليه فقدت الرؤيه في العين اليمنى تماما كان فوالا دونك هنا اوني دوفون يعني ان كونتكست تروماتيك حكايه جديده صراحه حادث للاسف ما نقدرش نعرف اكزاكت واش صرا له يعني وشنو هذا الملف ماشي ملف الخاص بالحادث بالحادث هذا الملف بالحادث هنا دوكا فوالا دوكا دي سكان تلقى تاع الاكسيدون اللي درتها تاع الاكسيدون اللي درتها لا لا جبت منه يعني هذا الحادث كان بعد ما كان عندك مشكل في العين والحادث هذا زاد اثر على العمليه الجراحيه اثرت على الرؤيه تاعك تماما الحادث راهو في مارس 2023 يعني ماشي قديم ايه قالنا قالك قبل رمضان قبل رمضان غدا رمضان واليوم صارت لي بلا ربعه وخميس رمضان خليت الدراري هكاك كسر خير الجواري المساكن يعاونوا فيا يجيبوا لهم الله معليش كاين ناس الخير الله رحمتك يا ربي الله يجيبوا الشر في سيدي غيلان هنا الحادث كان نجم عنه كسور على مستوى الوجه كسور عديدة على مستوى الوجه وكاين كسر في لابارتي بازي اوكسيبيتال معناتها الحجره العظميه اللي تحوي العين في فوالا في لابارتي بازال تاعها معناتها في لابارتي القاعديه هل نجم عن الكسور هذه وراه الرابط بين الحادث وبين العملية وبين فقدان الرؤية الفقدان المباشر للرؤية بعد العملية هنا لازم يتوجه عمي مصطفى إلى أشعة إلى طبيب عيون حتى يقوم بفحوصات عميقة معمقة باش يعرف واش عنده بالضبط عمي مصطفى عمي مصطفى كما لنا قالوا لك قبل يعني قبل ما يدير هذا الحادث قال لك بلي قالوا له في على مستوى المستشفى انه يديروا يبرمجوه ضمن زراعه القرنيه لكن زراعه القرنيه الان يعني الان بعد هذا الحادث وبعد فقدان البصر تتغير الامور دكتور ممكن احتمال تكون كاين اصابه اخرى الى جانب الاصابه في القرنيه لانه حتى العين مسؤولين عليها اعصاب اللي مسؤوله على لوكيلوموتريسيتي معناتها الحركه تاع العين وأعصاب أخرى كاين العصب الرؤية لونار أوبتيك كاين عصب متصل بالدماغ مسؤول عن الرؤية ونقل الإشارات الضوئية على شكل إشارات كهربائية ممكن أنه يكون ربما يعني بمجرد سقوط تعرض إلى خلل لا احتمال ضئيل قصدك مباشرة بعد الحادثة ممكن احتمال ممكن ماما وقال لي بروفيسور تاسيدي غيلاز طبيب هذا قال لي عندك سيموا تقدر تدير العملية تاعك نورمال هذه قبل الحادث ايه في الحادث كي درت العملية الجراحية لكن عمي مصطفى انت ما حاولتش تقول لهم يتبعوا لك المشكل تاع عينك ما سقسيتهمش ومن طمع المشكل تاع العملية لا هضرت معاه ما قلتلهمش بلي مباشرة بعد العملية راني كيف طنت هاد العين ما رانيش نشوف منها سي قلت لهم ايه قال لي فوق 6 شهور تولي تشوف نورمال تشوف كيما كنت تشوف احنا مازال ما لحقناش تشوف احيانا لا احيانا سويت ا دي انترفونسيون ان سكون ابل دي زودام كورنيا معناتها تتشكل مياه في القرنيه يمكن ان تحجب الرؤيه بشكل مؤقت يعني تقدر تكون مؤقت بصفه مؤقته احتمال فوالا يكون فقد مؤقت مباشره بعد العمليه وهل نستناو 6 شهور باش يعاود يدير الأشعة والفحوصات؟ لا هي نقدروا نباشروا في الفحوصات خاصة وأنه شحال عندك دوكا ملي درت العملية؟ راك درتها في مارس. إيه في مارس. خلاص ما نقدروا نباشروا في الفحوصات والإجراءات والمتابعة. إيه. المتخصصة جوستومون لازم عند طبيب عيون يعني نوجهوه إلى مصحة متخصصة. وراح دير الفحوصات يعني راح نوجهوك راح يوجهك طبيب اكيد للمصلحه الخاصه ان شاء الله بطب العيون ودير الاشعه تاعك حتى يعرفوا الاطباء واش عندك بالضبط لانهم ما يقدروش يعرفوا بدون
هكا بمجرد الكلام ما نقدرش نعرفوا واش كان بالضبط. لازم نزيدوا نفحصوك عمي مصطفى. انا لحد الان واش كنت نشرح واش كنت نقول يبقى مجرد فرضيات، مجرد تخمينات باش نقدر نعرف يعني على الاقل واش عندك، ولكن لازم نزيدوا نفحصوك ونشوفوك نشوفوك يعني في المصلحه، يشوفك الطبيب المختص ونشوفوا واش نقدروا نديروا لك عمي مصطفى. ابارسا ما عندكش امراض، ما عندكش ضغط الدم، ما عندكش سكري؟ عندي والو الحمد لله. الحمد لله تحت الحمد لله. قلبك سليم؟ سليم الحمد لله. سليم درت العمليه، درت العمليه هذه وزدت العمليه هذه نرضى الحمد لله. حتى زراعه القرنيه في دكتور يعني ماشي سهله المنال، ماشي سهله يعني. للاسف لانه القرنيه الاصطناعيه ما عندناش، ما عندناش قرنيه اصطناعيه. هو كي قالوا له اسمح لي دكتور يعني برمجوه اكيد راح يطول أكيد. لانه طلب يعني كثير طلب كثير والعدد عدد القرنيات صغير يعني حتى ويجيبوا ما كانش مش متوفر. الحل واحد دعمي مصطفى انك تعاود تتوجه لمصلحة طب العيون، احنا راح نرافقوك لمصلحة طب العيون، نبعثوك للطبيب مختص احد الاشعه تاعك والفحوصات تاعك، وكي نعرفوا بالتدقيق ويعرف الطبيب بالتدقيق واش كاين يقدر يلقى الحل المناسب. يعني حتى ولو زدنا السنين باش نديروا زراعه القرنيه، ولكن راح يكونوا عندك فحوصات دوريه تجوز عند طبيب العيون يفحص لك مام العين الاخرى باش نحرصوا على سلامتها. هذه هي احنا نراقبوك يعني بشكل دوري. حتى وانا رافقناه من الناحيه الطبيه دكتور، لكن نشوفوا انه عمي مصطفى يعيش ظروف صعبه سواء من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الماديه يعني ظروف فعلا صعبه. وحنا ما دابينا اثرت عليك بزاف عمي مصطفى. يعني من الناحيه النفسيه يجب المرافقه اكيد اكيد. شوف عندي شامبره واحده، اكثر شامبره واحده هذه ما بغيتش تطول عليا حطيها علينا. لا 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 طول عليا طيح عليا، انا اللي دار دوسي تاع سوسيال انا نستنى. ربي يقدر الخير عمي مصطفى، حنايا برك صحتك هي اللي تهمنا، ماذا بينا نشوفك في صحة جيدة. حوس على صحتي. ماذا بينا يكون طبيب مختص يقدر راهو يشوف فيك، ماذا بينا واحد راهو يشوف فيك يقدر يعاونك، حنا هنا للمرافقة كما قلنا ونساعدوك بالشيء اللي نقدروا عليه. الله يكثر خيركم، ربي يحفظكم، ربي يعطيكم ما تتمناو. ان شاء الله. امين ان شاء الله. هذا واجبنا عمي مصطفى، وحتى الطبيب هذه هي المهنه تاعو، مهنته دائما تبقى مهنه نبيله يعني. هو باش تنقل لك يعني هذا داخل في ضمن المهام النبيله تاعو، وراح هو ثاني وعدك انه راح يحاول يساعدك ان شاء الله يا ربي. اما واحد كبر اللي نخدم على الزراري باكا راه واش نحب ان شاء الله، ما نحبش انا ولادي يمدوا يدهم ان شاء الله. حتى يعني انا واش كاين، انا واش نحوس نخدم على روحي نخدم على ولادي باش ما يمدوش يده. انا واش نحوس، باش نحوس على تحت ان شاء الله. ان شاء الله يعطي يعطي ربي، وربي هو ياك هو يعطي هو ينح. امين. المشكل هذا يعني حتى راح يحرمه حتى من مزاولة المهنة ديالو اللي هي مهنة تتطلب الرؤية تكون سليمة ان شاء الله. ان شاء الله عمي مصطفى. الدكتور يعني كخلاصة لحالة عمي مصطفى واش نقدر نقول؟ تقدروا نمدوا نصيحة للعمال اللي زاولوا مهنة شبيهة لمهنة عمي مصطفى أنهم يلتزموا بمعايير السلامة والوقاية، لأنه شفنا كيفاش بلك إنسان آخر راح يعتبرها حاجة بانال، حاجة بسيطة أنه مجرد غبرة دخلت له في عينه يسوفي جوست يشللها بالماء، ولكن شفنا كيفاش عمي مصطفى الإسمنت فقط راه وصلوا لمضاعفات أدت إلى فقدان الرؤية تاعو. واي شيء دكتور يدخل في العين يعني يشكل مضاعفات، لانه كما قلنا تبقى عضو حساس في الجسم والعين عضو حساس. فنوجه رساله الى كافه العمال اللي زاولوا كما قلنا مهنه مشابهه لمهنه عمي مصطفى انهم يحميوا عينيهم ويلتزموا بمعايير السلامه، يحميوا عينيهم حتى دكتور يعني واحنا في عز موجه الحر يعني حتى موجه الحر تاثر على العينين. و الأشعة الفوق بنفسجية خاصة عند كبار السن ممكن أن تكون عامل يعني فاكتور دو ريسك. يعني
اكيد انه عندنا لا ميديسين دو ترافاي، عندنا اخصائيين مختصين يوجهوا العمال تبعنا غير في معايير سلامه، في كيفيه الوقايه، في كيفيه المحافظه على صحتهم. انصحهم انهم يتوجهوا اليوم انهم يقومون عندهم بفحوصات دوريه، لانه كل مهنه وفيها الاخطار تاعها وفيها المعايير اللي لازم يلتزموا بها. فهذا الامر اظن انه مهمش قليلا. فهل ويبقى البصر يعني اعز ما يملك. اكيد اكيد اكيد. اذا شكرا لك دكتور على الملاقاه. العفو العفو، هذا واجب. شكرا لكم على مجهوداتكم. عمي مصطفى بشفع لك. بشفع لك عمي مصطفى. ان شاء الله نشوفك درت العمليه الجراحيه، وان شاء الله دير الاشعه تاعك، وان شاء الله يبينوا واش عندك بالضبط حتى يقدروا الاطباء يتكفلوا بك. ان شاء الله. احنا على مستوى المصحات والمستشفيات الجزائريه ان شاء الله نشوفك في احسن الاحوال، وتولي لولادك سالم غانم ان شاء الله. ان شاء الله عمي مصطفى. للمشاهدين الافاضل كانت هذه هي حاله عمي مصطفى. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.